السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد حمدي وده كورس Advanced SOLIDWORKS 2020. في الفيديو ده إن شاء الله هبدأ أشرح إزاي نعمل البوشنج الجلبة بتاعة الأي جروف، حاجة بالمنظر ده. يعني في كذا حد قال لي إحنا عايزين نعرف نعمل الجلبة أو البوشنج بتاعة الأي جروف. إحنا عندنا في أشكال كتيرة وأنواع تايبس كتيرة وأنواع كتيرة، يعني بالأشكال اللي إحنا شايفينها دي. تمام، عندنا في تايبس كتيرة وستايلز كتيرة جدا، فتعالوا واحدة واحدة كده نبدأ نشوف ايه الخطوات بتاعتنا عشان نعمل حاجة قريبة من الصورة اللي عندنا دي. أول حاجة هنعمل السلندر، نختار مثلا التوب بلين، نعمل سيركل واحدة تانية، والله دي ممكن نعتبرها 50 ملي، واللي بره دي نعتبرها 60 ملي. نعمل اكسترود مثلا ب 100، 100 دي جلبة عندنا. تمام، الجلبة دي مفيش فيها اي تفاصيل، عايزين نعمل حتة الاويل جروف دي. هنيجي على بلين بيربنديكولر على السلندر، يعني مثلا في الكيس دي عندنا في الفرونت بلين او الرايت بلين، هختار اي واحد فيهم وليكن مثلا فرونت بلين. ممكن نعمل سنتر لاينز في النص كده، تمام. بعد كده ممكن نختار اليبس، نعمل حاجة بالشيب ده كده. ممكن نعمل ثيكنس لي او اوفست لي على ديستنس مثلا 2 او 3 ملي، حاجة بالمنظر ده. تمام، بعد كده هنروح عاملين اكزيت سكتش، هنروح على راب فيتشر عندنا هنا. احنا عاملين سيلكت للسكتش، هتختار الانر فيس بتاع السلندر وتقول والله الدبث اللي عندك. طبعا هتختار هنا في عندنا 3 انواع اللي هو الامبوس والديبوس والسكرايب. ايه الفرق بين الثلاثه؟ ده بيبقى بارز لبره، ده غائر لجوه، وده بيبقى حاجه زي تكستشر او حاجه زي ستيكر لازقه على البادي او الفيس اللي احنا بنعمل عليه. يعني حاجة زي ما قلنا كده كأنك جبت ليزر وحرقت حاجة بسيطة، علمت بس على الحاجة دي، مش بيبقى بارز او غير. هو كده كده الليزر بيبقى غائر سنة بسيطة، بس بيعتبر زي نقشة او حاجة زي تكتشر على السيرفس اللي احنا عايزين نعمل عليه. طيب في الكيس دي هنختار اللي هو الديبوس، ان هو داخل لجوه، وادوس اوكي. لو جيت دوست على كروس سيكشن هنا هلاقي المنظر زي ما احنا شايفين. تمام، طبعا ممكن تاخد ميرور فيتشر بقى، يعني هنسلكت الفيتشر، ممكن نعمل ميرور على ميرور بلين مختلفه. يعني هنا مثلا هيروح جايب لك على الفيس التاني اهو. تمام، وممكن نعمل اري، يعني على حسب لو انت عايز تعمل كذا واحده او ممكن تاخد الاثنين دول. يعني تعالوا نجرب كده نشوف لو احنا عملنا ميرور على البلين تاني هل هيعمل حاجة مختلفة، هيدينا ايرور ولا حاجة؟ لا، هو كده يعني عمل مشكلة جوه. احنا ممكن نعمل اري زي ما قلنا، سيركلر اري او باترن، ده البروفايل بتاعنا، ونشوف مثلا احنا عايزين الزاوية تبقى قد ايه، حاجة بالمنظر اللي احنا شايفينه جوه ده. يعني في طرق كتيرة جدا عشان نعمل بيها الموضوع ده. طبعا ممكن نعمل حاجة تانية حلوة جميلة جدا، يعني خلينا نمسح الكلام اللي احنا عملناه ده. لو احنا عايزين حاجة زي شكل الاريال او الكلام ده، علامة الاريال، هنيجي على السكتش اللي احنا كنا عاملينه هنا ده، ممكن نسلكت ده كده ونروح عاملين ميرور around the center line ده، جميل. وبعد كده نعمل trim للحاجات اللي في النص دي، وندوس راب، ونشوف برضه هيدينا علامة الاريال، حاجة بالمنظر يعني ممكن تكون قريبة من المنظر اللي احنا شايفينه ده هنا كده، جميل. وممكن نعمل علامة ملا نهاية نرسمها، تمام، ونعمل لها راب على الانر فيس اللي من جوه.
ده فيديو صغير وجميل، اي هوب ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجة جديدة، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للتشانل، واستنوا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله بإذن الله.